للعام الثاني على التوالي نال مطار البحرين الدولي جائزة أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وذلك في حفل جوائز المطارات العالمية 2024 بمدينة فرانكفورت، والتي تعتبر من أعلى مراجع التصنيف في صناعة الطيران العالمية. وقد تسلم الجائزة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، والسيد محمد يوسف بن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين. كما تسلم الزياني والبن فلاح تصنيف 5 نجوم من مؤسسة سكاي تراكس، الذي يحصل عليه مطار البحرين الدولي للمرة الثالثة على التوالي، تقديرا للجهود المبذولة في تعزيز الأداء وثمرة لمساعيه الدائمة لتحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي. للعام الثالث على التوالي نحافظ على تصنيف 5 نجوم، وأيضا للسنة الثانية على التوالي أفضل خدمة أو أفضل موظفين في مطارات الشرق الأوسط. طبعا بداية أود أن أتقدم بالتهنئة للقيادة الرشيدة لما استثمروا فيه من مطار البحرين، ولما عززوه أيضا بالبرامج اللي تقوم بها مجموعة طيران الخليج في الاستثمار في الكادر البشري بالأخص، وبالأخص العنصر البحريني الموجود في مطار البحرين. طبعا احنا نفتخر في مجموعة طيران الخليج بوجود نسبة عالية من البحرنة في المطار حوالي 90%، ونشكرهم ونشد على يدهم على كل ما قدموه. ويرجع الفضل الحمد لله لجميع زملائي موظفين مطار البحرين من جميع الشركاء، إن كانوا في شركة طيران الخليج، شركة البحرين لخدمات المطار، جميع شركات الطيران العاملة في مطار البحرين، على تفانيهم وحرصهم الدائم على تقديم أحسن تجربة سفر لضيوفنا اللي يمرون عن طريق المطار. واللي عكست للعام الثاني على التوالي يروح الفريق الواحد، فريق مملكة البحرين.